ده من حيث نسبة النجاح ونوعيات المدارس. مقارنة نسب فئات المجموع دي بقى تهم التنسيق أو تؤثر على التنسيق لدخول الجامعات. عدد الطلبة اللي من أحرزوا بين 95% إلى أقل من 100% اللي هم أعلى مجموعة كانوا السنة اللي فاتت 17.3%، السنة دي 18%، قريبين جدا بس أعلى سنة من السنة اللي فاتت 18%. اللي جابوا من 90% ل 95% دول 18%، ده أقل من السنة اللي فاتت، فده هيساعد شوية التنسيق في أنه يعرف ينظم دخول الطلبة إلى الكليات المختلفة. بعد كده في نسب كتيرة هننشرها لحضراتكم من 85 ل 90 حوالي 16% وهكذا. فمجموع الطلبة تاني اللي خدوا بأكتر من 95% دول 18% من المجموع، من بين 90 و 95 برضو 18.3%، فده رقم النتيجة بتاعت هذا العام.